السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الأخت جيهان الحسناوي كتقول: ولدي لا أعرف ماذا يتعاطى، قهرني يوميا كيطلب من المال، وأنا ربت بيت والآن بغي يخرج من الدار، دائما كاين صداع عندي في الدار، مول الدار مريض والولد تبدل، ما عرفتو اش كيدير. والله أقسم راني في مشكل، اش غندير؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأبناء كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: الأبناء مجبنة، محزنة، مبخلة. أحيانا كيصيروا الأبناء فيهم سبب ديال هاد الصفات، كيعطوك مجبنة كتعود خايف من ولدك، مبخلة كتعود تخزن الفلوس وتوفر باش تعطيه، محزنة خارج باقي ما جاش، قلبك مخلوع اش وقع عليه. الله يسمح لنا جميعا من الوالدين. المشاكل ديال الأولاد كل مرحلة ولها خطورتها، لكن المرحلة الأخطر هي ديال المراهقة. لعل لالا جيهان الابن ديالك في سن المراهقة. الابن من اللي كيبدا يطلب المال بشكل عادي، هذاك نعتبره عادي، لأن الإنسان كيحب يكون عنده المال في الجيب ديالو، كيتسمى المصروف ديال الجيب. كيبغي تو مع صحابو يخرج للمقهى، يشري ساندويتش، يشري شي حاجة يفتخر بها بين صحابو، هذاك معتاد. لكن حينما يكون الأمر غير معتاد بأن يطلب دوما وأبدا المزيد، هل من مزيد، هل من مزيد، وكتلقى داك المال اللي كياخذو ما كيظهرش على الصفة ديالو، مشرى ملابس، ماكلة مزيانة، وجهه نظر، مشمس وجههم، بين بالصحة وعافية جيدة. هنا كتسأل، كيبان لك إلا كان داك المال كيستعملوه في أشياء خيبة. غالبا الشباب كيضيعوا المال، أول ما كيضيعوه كيضيعوه في المخدرات، وكيبان من المخدر، كيبان من اللباس ديالو، من البشرة ديالو، من الشفتين، من عينيه، كيبان بأنه راه كيستعمل مخدر. وكاين السبب الثاني هو أن الشباب كيتعرفوا على فتيات، وربما كيبغي يظهر بمظهر الكريم أنه فيه الجود، وكيبدي يخلص هذه لي كادو لي بارفان، المقاهي، السينما، وكيبقى دائما خصو يصرفها من مزيد. في الغالب هادو جوج الصفات الأساسية اللي كتكون في الشباب. الأول كيبان البشرة ديالو وعينيه وشفتين، كيبان لك بأنه مبهدل. والثاني داك اللي عنده هذا الراحة كتلقاه دائما كتلقاه ينظر كثير في المرآة، دائما يعتني بهندامه، وملي كيرجع للدار كتلقاه كيفكر بزاف، دي مشارد. كتقول هذا عنده علاقة مع فتيات، وهذا عنده علاقة مع المخدرات في الغالب. الوالدين خصهم هذه المرحلة ديال المراهقة مع وليداتهم يتعاملوا معهم واحد معاملة خاصة. سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال لك: لاعبوهم لسبع وعلموهم لسبع وصاحبوهم لسبع. ملي كيدخل المراهقه هنا خاص الوالد والوالده تعود العلاقه ديالو مع الاولاد علاقه مصاحبه. صاحب ولدك اكثر، خليك قريب منه، وخل ازرع فيه الثقه بانه يعاود لك كل شيء. البنت تقول لامها، والاب يقول لباه، كما سمعنا في القصه رويناها ديال بنات شعيب مع ابيهم. باهم سولهم، هما جاوبوا بصراحه، وكان حوار متواصل بين الاباء والبنات. كذلك خاصها كذا التربيه الاسلاميه الحقيقيه، ما يكونش كل واحد سد عليه الباب ديالو وعنده دائره مغلقه. لابد لالا جيهان انت والزوج ولدك تجلسوا واحد الجلسه ديال الحوار بشكل غير رسمي. الحوار كيكون عند المائده ديال الطعام، عند الجلسه ديال الشاي، كنجبدوا الحوار كلمه من هنا كلمه من هنا. خاص لابد للوالد انه اذا عرف بانه كيتعطى لشي حاجه خصو يعطيه الفلوس بمقدار. ربي عز وجل اللي خلقنا جميعا وهو الغني يعطينا المال بمقدار، كان بامكانه يعطينا كلنا الفلوس اللي بغينا. قال لك: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير. اللي اعطيتيه اكثر مما يستحق قد يؤذي نفسه ويؤذي الاخرين. فلهذا خص الاب اول حاجه المال يعطي لولده بشكل يكون قانوني ومعقول، والام تكون ديما كتسول
ونحضر للولد يمشي يتعامل لي حاجه اخرى، حيت كاين اللي كيمنعو عليهم الفلوس راه مشى كيلعب القمار، راه مشى كيتسلف، راه مشى كيدير الاختلاس، راه مشى لابد اننا تكون عندنا واحد العين براقه على الاولاد ديالنا، وتكون العلاقه ديال الموده والرحمه والحوار. الحوار خصو يثيق فيك وخصو يعاود لك داكشي اللي كاين، وتبقى العلاقه ديال الموده وديال الثقه، لان الا كانت غير الطاعه العمياء راه قدامك يقول لك صافي انا راني ما نعاون ندير حتى حاجه، غادي غير ينصرف ويدير كبر منها. دائما ديروا علاقه الثقه، علاقه الموده، الحوار داخل البيت، ما نغيبوش كثير على الانظار ديال ابنائنا، ونختار لهم الرفقه الطيبه. نسولوا قل لمن تصاحب، اقول لك من انت، الصاحب ساحب. ولدك ولا بنتك مع من كيتصاحب؟ مع من كيمشي ويجي؟ نختاروا لي ناس طيبين، ناس صالحين غادي ياثروا فيه. واذا تعذر الامر علم دائما بان نكثر من الادعيه الصالحه لاولادنا في الغيبه. ولدي وبنتي غايبين عليا، واخا دير تدير تتشبع، غتقهر غتقهر. شحال ديال الوالدين كنعرفهم شطار وفي مركز عالي، نقنا في عائلات والديهم هما كيسيروا البلاد وتقهروا مع اولادهم وداروا معاهم لي كوتش وداروا معاهم ما قلوا ما داروا وتغلبوا وهزوا الرايه البيضاء. فين لقاو الحل؟ الحل هو ان ولدك تتوجه الى خالقه اللي هو علام الغيوب، اللي معاه اينما حل وارتحل. كتوجه الى الله تعالى بالادعيه الصالحه وتزكيها بالصدقات. النصيحه اللي نقول لك لاله جيهان هي كثر من ادعيه وكثر من الصدقه. في الغيب ربنا عز وجل يصلح حال ابنائنا في ظهر الغيب، في غيبتنا الله تعالى يتولاهم بالعنايه والرعايه. الادعيه والصدقات، نقلب على الفقراء والمساكين نفرحهم، ربي غادي يفرح قلبي باولادي وفلده كبدي. اسال الله تعالى ان يحفظه، اسال الله تعالى ان يربيه تربيه حسنه، وان يحفظه بالسبع المثاني والقران العظيم، ويصرف عنه اهل السوء، ويسخر له اهل الفضل والخير، وان يجعله من الاخيار الابرار الصالحين المصلحين. اللهم امين يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.